جايب لك النهارده ساعه اقتصاديه دي 300 بيجي معاها 3 استرابات فيها مميزات كتير قوي. يلا نبدا الفيديو مع بعض. أنا بيكم معانا في موقع أوكازيون وفيديو جديد، ساعة جديدة اقتصادية على موقع أوكازيون. الساعة دي اتطلبت مننا كتير، دي 300، ساعة مقاس 49 بتشتغل على أي موبايل أندرويد أو أيفون، بيجي معاها 3 استرابات شكلهم حلو جدا زي ما انتم شايفين كده، تقدر تصل منها أو تستقبل مكالماتك بدل من التليفون، ودي كده مكالمة من الساعة. ألو أنا سامعك بس الصوت بعيد شوية. انت سامعني تمام؟ هو انا بس الصوت بتاع السماعه لازم تكون مقربينها كده، وده يعني شيء متوقع في ساعه اقتصاديه بالسعر ده، ولكن مسموع يعني زي ما انتم شايفين كده احنا في مكان مقفول وانا مقرب الصوت كده وسامع الصوت كويس. اتكلم تاني كده. تمام ماشي شكرا. الساعه بتجيب لك اشعارات الواتساب، الفيسبوك، كل البرامج اللي عندك على الموبايل هيجيب لها اشعارات باللغه العربيه. فيها لعبه، فيها شويه تفاصيل. خلينا يلا مع بعض بسرعه كده نروح للانبوكسنج. شكل العلبه على الطبيعه، اللوجو هنا بيكون بارز او عليه لمعه، والعلبه بتكون لونها مطفي زي احنا شايفين كده اللمعه في الاضاءه، عشان بس نبقى عارفين العلبه الاصليه موديل دي 300. والظهر بتاعها مفيش اي حاجه خالص فيه غير ان الساعه تشتغل على الاندرويد وعلى الايفون عن طريق الابلكيشن بتاعها. بيجي معاها استرابات مقاس 49 مللي، مقاس 1-3 استرابات، وكمان مكتوب انها بلوتوث الترا 2 ماكس، ومكتوب 45. انا مش عارف بصراحه هي 45 ولا 49 الاسترابات، بس اعتقد لما نفتح هنشوف. يلا نفتح ونشوف مع بعض. اول حاجه اللي هي تقيم التعليمات كالعاده طبعا، وبيكون فيه كل التفاصيل الخاصه بالساعه وازاي تشغلها، وكمان موجود فيه الكيو ار كود بتاع البرنامج بتاع الساعه. بالمناسبه البرنامج ده اللي هو الهاي ووتش برو، طبعا احنا قلنا ان في مشكله في الابلكيشن مع بعض الموبايلات، وانا عملت لكم فيديو عن البرنامج البديل للبرنامج، وهسيب لك الفيديو في الاي وفي الوصف بتاع الفيديو. بعد كده هنلاقي اول استراب، وهو الاستراب القماش زي ما احنا شايفين كده، كامته حلوه جدا ده كده شكله. بعد كده استراب السيليكون برضو اسود في ابيض، الاخرام دي لونه ابيض، استراب رياضي يعني برضو خامته حلوه. واستراب الالترا السيليكون المضلع اللي احنا عارفينه، وده كده شكل الاستراب. بعد كده هنلاقي الشاحن الوايرلس اليو اس بي، طبعا احنا عارفين بنشحن الساعه ازاي على شاحن 1 امبير، لابتوب، كمبيوتر، باور بانك يكون مكتوب عليه 5 فولت يساوي 1 امبير، واخيرا او اخر حاجه الساعة دي اللزقة اللي بتبقى عليها. وده شكل الساعة على الطبيعة. طبعا الساعة مقاس 49 هنا، ده الحجم الكبير. خلينا نتفرج على الساعة، بنلاقي في الظهر مسامير ولوك، واللوك هنا من البلاستيك لأن الساعة فيها اقتصادية. هنيجي بقى هنا للجنب، هنلاقي البقرة الكبيرة، تحتها المايك، فيها زرار البوتم وهنشوف بيعمل ايه دلوقتي، والناحيه الثانيه هنلاقي زرار الاورنج المميز في الالترا والسماعه. طبعا الحواف مش كبير قوي ومش صغيره قوي، حواف معقوله. خلينا نشغل الساعه بالضغط على الزرارين دول، ضغطه طويله كده لغايه لما الساعه تشتغل معانا. طبعا الوان الشاشه عجباني جدا، الالوان واخده حقها في الشاشه. خلينا بقى نتفرج على الساعه مع بعض. اول حاجه انا معاكم عليها ان احنا ندخل على السيتنج وندخل على الاباوت. هنا في نقطه حابب اوضحها، ان انا قلت لك لازم الاسم يبقى نفس الاسم اللي على العلبه. هنا الاسم دي 300 ده الموديل بتاعها، ولكن لو دخلنا في سيتنج هنلاقي الاسم مختلف. هل الساعه كده مش اصليه او مش هي؟ لا، هو كاتب على العلبه هنا في الظهر الترا 2 ماكس، ده البلوتوث بتاعها. بقى في السيتنج هنا مكتوب ايه؟ الترا 2 ماكس، نفس الاسم اللي على الظهر بتاع العلبه، الترا 2 ماكس، الترا 2 ماكس. مبدئيا كده ده شكل القايمه، بنضغط على الزرار في الجنب بيفتح معانا القايمه، وده شكل القايمه الداخلي قريب جدا من ساعه ابل. خلينا نشوف مع بعض الساعه فيها لغات ايه، او نقدر نغير اللغه لايه. طبعا فيها لغات كتير ومنها اللغه العربيه عشان نقدر نشوف شكل القايمه الداخلي. خلينا نشوف الاول التفاصيل قبل ما ندخل على القايمه. لو سحبنا كده هيجيب لنا الشورت منيو اللي هي فيها الساعه والاختصارات واخر حاجه انت كنت مشغلها. لو سحبنا من تحت لفوق هيجيب لنا الستاره دي يكون فيها النمط اللي هو نمط القايمه الداخلي، فيها كذا نمط يعني نقدر نغير فيه، يكون 6 انماط. وهنا ده البلوتوث بتاع الساعه، لو انا كده قفلته كده قفل معايا لازم يكون بلون اخضر. لما اربط الساعه بالموبايل
بنلاقي كشاف ده اضاءته، وهنا مشغل الموسيقى لما تربط ساعه بالموبايل، هنا وضع عدم الازعاج. وضع عدم الازعاج ده مش هيعمل لك فايبريشن ولا رن ولا اي حاجه، وضع الطيران زي الموبايل بالظبط. وضع الطيران زي الموبايل بالظبط، هيمنع اي اشعارات واي حاجه جيلك على الساعه. دي كده الستاره كلها، مفيش اي حاجه ثانيه ولا تقدر تعدلها ولا اي حاجه. طيب نسحب بقى من فوق لتحت، هيجيب لنا الاشعارات لما تكون رابط الساعه بالموبايل. طيب لو سحبنا كده هيغير معانا الخلفيات، وخلينا نشوف فيها كام خلفيه. ادي 1 2 3 4 5 خلفيات، وطبعا تقدر تغير الصوره من تليفونك على الساعه. طبعا الخلفيات بتتغير كده او بالبقره كده، تلف البقره لفوق او لتحت كده هتغير معاك الخلفيات. طيب الزرار اللي في الجنب ده بيجيب لك خاصيه البلوزنز بلاي، لو مش عايزها بلوز تافته ثانيه فبيقفل الشاشه خالص. الزرار اللي في الجنب ده زرار الاوبشن الرياضي اللي بنلاقي فيه الجري وركوب الدرجات وحاجات كتير، واللي بيكون فيه 7 برامج رياضيه. ده كده شكل النشاط الرياضي. في السنسور طبعا بيكون شغال. الثلاث نقط اللي تحت دول لو سحبنا كده يجيب لك مشغل موسيقى، اذا انت تقدر تشغل الموسيقى على تليفونك. ده بيشغل النظام الرياضي، يعني وانت بتجري مثلا تسمع موسيقى من على تليفونك وتتحكم فيها من خلال الساعه بمنتهى السهوله. ولو سحبنا لاخر واحده هقدر اوقف التمرين الرياضي او اشغله ثاني او الغي التمرين الرياضي خالص. فكده شفنا وظائف كل الازرار الجانبيه. ندخل بقى على القايمه، زي ما شفنا من بره ان في 6 انماط مختلفه للقايمه، بقدر غيرهم اما من الستاره اللي تحت كده زي ما انا قلت لك ان انا ادوس على النمط كده، او عن طريق ان انا جوه القايمه كده اضغط ضغطتين لجوه على الزرار ده كده هيغير معانا النمط. هنلاقي الساعه هنا العربي بتاعها مش واضح جاي بالشقلوب كده، ولكن الشكل ده بس ولا في كل الاشكال؟ خلينا نشوف. ده الشكل الثاني اللي بعد كده اللي بعد كده. لا هنا العربي سليم وواضح مفيش اي مشكله في شكل القايمه ده. خلينا نغير الشكل اللي بعد كده. دي كده كل الاشكال الموجوده للقايمه. طيب خلينا نشوف الشكل الطولي ده عشان نشرح كل حاجه موجوده في الساعه. اول حاجه اللي هي واجهه الاتصال، لما بربط الساعه بالموبايل اقدر اتصل بدل من التليفون. وبعد كده هنا جهاز الاتصال او سجل الهاتف بيشتغل معايا لما بكون رابط الساعه بالموبايل. بعد كده معدل ضربات القلب، طبعا السنسور بيكون شغال. بعد كده بنلاقي نسبه الاكسجين في الدم، وبعد كده سجل الانشطه الرياضيه، انت حرقت كالوريز قد ايه، مشيت كام خطوه، عملت ايه في النشاط الرياضي والصحي مع بعض. بعد كده هنا ده الايكو او قسم القلب، يعني طبعا الحاجات دي لا يعتمد عليها في الساعات، اي ساعه عامه ايا كان، لانها مش منتج طبي. بعد كده النشاط الرياضي لسه جايبينه من بره، واوبشن التصوير من كاميرا الموبايل عن طريق الساعه بتشتغل كريموت لكاميرا الموبايل. بعد كده ضغط الدم طبعا اوبشن صحي برضه، والسنسورات بتكون شغاله. بعد كده مشغل الموسيقى، اعاده ضبط الجهاز، انا عايز اعمل للساعه اعاده ضبط مصنع، الطقس لما اكون رابط الساعه بالموبايل. بعد كده هنلاقي البحث عن الهاتف لما اكون رابط الساعه بالموبايل، وهنا حساب ساعات النوم العميق، وقت النوم الفعلي او الحالي. وبعد كده ده شكل القايمه، برضو تقدر تغيره من قايمه نفسها من جوه او من الستاره زي ما قلت لك او من الزرار، يعني في كذا اختيار ليه. بعد كده الرسائل او الاشعارات كلها هتجي لك هنا لما تربط الساعه بالموبايل، وهنا الموكت او الستوب ووتش، وهنا كيو ار كود لما تحمل الابلكيشن تعمل سكان للكيو ار كود ده هيربط الساعه على طول بالموبايل. بعد كده السيتنج، وهنا تغيير الساعه واجهه واحد او اثنين، هنا سيري او خدمات جوجل لما تكون الساعة بالموبايل، حول اللي احنا دخلنا عليها وما جبنا الساعة عشان نتأكد منها، ولغة الساعة، اللغات اللي احنا عملنا منها اللغة العربية. هنا اقدر اظبط الوقت يدوي زي ما انتم شايفين كده من غير ما اكون رابط الساعة بالموبايل، هو كمان والتاريخ. ودي حاجة بتكون كويسة في الساعات لو الناس مش حابة تربطها بالموبايل. وقت اضاءة الخلفية، يعني الساعة تفضل شغالة كده قد ايه. طبعا كل ما يكون الوقت قليل هيوفر معاك في استهلاك البطارية. الوقت الخلفي ده هو خاصية الهولوزنز بلاي الى الابد، او دقيقة او دقيقتين او ثلاثة زي ما انت عايز، برضه هيوفر معاك في استهلاك البطارية. مصباح السرير ده لما بنفعل الخاصية دي بيكون شكل الساعة كده وهي بتشحن، فبقدر اشوف الساعه والوقت وانا بشحن الساعه، ما بعطلش يعني، او ما بيجيبليش شكل الشحن بس وما بيدينيش الساعه، لان في ساعات بتديني شكل الشحن وما بيقوليش الساعه كام، فدي ميزه حلوه جدا. المفتاح الجانبي ده اللي هو الزرار الاورنج ده بقدر اغير منه، اخليه بدل الرياضه، اخليه ضغط الدم، اخليه اي حاجه انا عايزها من خلال السيتنج هنا. بقيه التصميم اللي هي الستاره اللي كانت على الشمال بقدر اقفلها او اشغلها. خلينا نشوف كده انا قفلتها، نشوف شكلها بقى عامل ازاي. بص انا كده لغيتها، بقت بتقلب معايا الخلفيات. طبعا انت لو حابب تشغلها مفيش اي مشكله خالص، انا شايف شكلها حلو وكويس. شاشه التوقف او الهوريزون ديسبلاي، يعني اقدر اشغلها من هنا واقفها من هنا. هنا السطوع بتاع الشاشه اقدر اوطي السطوع، وده شكله برضو في النهار يعني كده اعلى مستوى. دي كل حاجه موجوده في السيتنج. هنا بنلاقي فيسبوك اللي هي الاشعارات برضو زي الاس ام اس وتويتر،
وواتساب. عايز اقول لك ان اي رساله هتجيلك في كل دول. وكمان في الرسائل اللي احنا شفناها فوق ده في الساعه في لعبه طيار مقاتل، دي اللعبه اللي موجوده على الساعه. بعد كده التقويم، ده شكل الكالندر شكله محترم قوي. بعد كده هنلاقي الاله الحاسبه، الارقام بتاعتها واضحه ومتشافه، تقدر تستخدمها في العمليات الحسابيه عادي مش اي مشكله. هنا تمرين للتنفس، بيقول لك ازاي تهدى يعني لو انت متعصب، زي ما انتم شايفين كده العربي بتاعها واضح، يقول لك استنشاق زفير وقف. بالشكل ده اكون شرحت لك كل حاجه موجوده في الساعه، في القايمه نفسها والستاير الجانبيه وكل حاجه في الساعه. كده صوت الساعه على الطبيعه، كده بتكون الصوت زي ما انتم سامعين كده الصوت. طبعا بقدر اتحكم في الموسيقى اللي شغاله كده، هو شغاله اوطي الصوت وعلي الصوت أو أقلل كمان الأغاني. ساعة الفيديو تشتري الساعة ولا لا؟ ساعتنا معانا النهاردة هي ساعة اقتصادية سعرها ما بين 500 ل 600 جنيه، بيجي معاها ثلاث استرابات. عايز أقول لك يعني إن الاستراب الواحد من الاسترابات دي في بعض الأماكن ممكن يوصل سعره ل 100 جنيه و 150 جنيه، فأنت متخيل ثلاث استرابات مع الساعة، تجيب شاحن وايرلس وحجم 49، تلعب مشعرات، بطاريتها محترمة، تشتغل على أي موبايل أندرويد أو أيفون. ساعة حلوة فئتها الاقتصادية، خصوصا إن بيجي معاها استرابات للناس اللي بتحب تغير الاسترابات كل شويه، وهتوفر معاك الفلوس. المنتج ده هيحسب لك الرابط بتاع الشراء بتاعه اسفل الفيديو على موقع اوكازيون. مش بس كده، انت لو هتطلب المنتج ده تاخد سكرين حمايه للشاشه هديه لمشاركين القناه فقط. يلا مستني ايه؟ التجربه قبل الاستلام. Occasion.